السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نخدموا لي زيتا دو كريونس، يعني مادة الكونتابيليتي جينيرال محاسبة. غادي نحاولوا نخدموا شنو هو كاين في لي كريونس. لي كريونس يعني لي كليون. وغنبداو بواحد لابليكاسيون كيف كتشوفوها قدامكم، وغادي نعمروا واحد لانكس، وبالتالي غنباسيو لي زيكريتور او جورنال، يعني او 31/12/19، على انتبازاو على سميتو لينونسي اللي عندنا، لا بالانس ديالنا اللي عندنا، وغادي نتبازاو على لانكس اللي غنخرجو، ونتبازاو على واحد القواعد اللي خصنا نكونو عارفينهم، وغنتبازاو بشكل كبير على واحد الشيما. هاد الشيما هادي هي اللي غتعلمنا كيفاش كنديرو لو جورنال ديال اي تمرين كيف ما بغا يكون. دونك نبداو على بركة الله. نلاحظو بان التمرين كيتكون من الكريونس تي تي سي في لو 1/1/19، يعني في العام ديالك لانفونتير. عندك اون بروفيزيون، واحد الكولون على لي بروفيزيون ديال 18، وعندك واحد الكولون على لي ريغلومون، وعندك واحد الكولون على لي زوبسيرفاسيون. هذا هو لانفونتير لي ديالنا اللي غادي نخدموه. من هنا نخرجوا البروفيزيون او كنخرجوا البيرت. دونك عندنا 4 د لي كليان ا بي سي دي. هاد لي كليان هادو كيخصنا نعمروا لهم لانكس ديالهم هنا، ونباسيو لي زيكريتور ديالهم. لي زيكريتور انا كتبتهم، وانما نشرح لكم كيفاش كتجي انطلاقا من الخطوط كل حاجه ديالو. مي طابلو ما درتوش تنعمروه اونصوم. دونك الطابلو كيف كتشوفوا كيقول لك عندي واحد الكريونس في لو 31/12/19، خصك تعطيها لي تو تاكس كومبريز اولا اور تاكس، بجوج بيهم غنديرهم. ولكن انا غير كنجي نشوف كنلقى بان عندي لا كريونس تي تي سي في لو 1/1/12، يعني بويسكو انا في لو 1/1/12، يعني خصني نفهم كيفاش كتخدم. دونك لو 31/12 هو الاخر ديال العام، وانا عندي الكريونس، يعني داك الكريدي. شكون هي اصلا الكريونس؟ الكريونس هي داك الكريدي اللي كنشال نسال الكليون فاش كنت درت له الفون دو مارشونديز، غير دولي من دابا 3 شهور. دونك وفي الدو ديال العام، في الاخر ديال العام، دابا عام عامين، داك الشيء خصنا نفهموه. يعني انا الكريونس هو واحد الكريدي كنسالو للكليون. دونك عطاونا في لو 1/1/19 الكريونس، يعني داك الكريدي كيساوي 42,000 درهم. دونك شحال غيكون كيساوي في لو 31/12/19؟ انا درت لكم واحد القاعده هنايا، ان لي كريونس و 31/12/19 في الاخر ديال ليكزيرسيس كيساوي لنا لي كريونس تي تي سي. هما لي تي تي سي في لو 1/1، سوف الا كانوا لي ريغلومون. الا حضر الريغلومون بحال هنايا كيحضر الريغلومون، كيخصني نقصو، لانني كنخدم على واحد الكريونس في البدء العام، وانا كيخصني نحسب 31 في الاخر ديال العام. الا خلصني شي واحد شي ريغلومون كيخصني نحيدو. دونك الريغلومون هو ديما ما كيعطيوهناش، ولكن انت ديما عرفو بان راه تي تي سي. عندك الريغلومون ديما تي تي سي. دونك الا كنت غادي نقصو من لا كريونس، كنقصو من الكريونس تي تي سي، باش كيعطيني الكريونس تي تي سي ديال 31/12 للخر ديال العام. دونك شنو هي العمليه اللي غادي ندير؟ هو نقبط البدو ديال العام ونقص منه الريغلومون ديال الخر ديال العام. دونك عندي 42,000، وغنقص منها 24,000، دونك غتعطيني 18,000. دونك 18,000 هي الكريونس تي تي سي، وغادي نجي نكتبها. دير 18,000. دونك الكريونس اور تاكس في نفس العام هي ديك الكريونس اللي حسبتها في 31/12 تي تي سي، غادي نقسمها على 1.2. دونك هي اللي كنت حاسبها وكنقسمها على 1.2. علاش كنقسمها على 1.2؟ شنو الهدف والمغزى من انني كنرد اور تاكس؟ الهدف منها هو انني نقدر نحتاج البروفيزيون ديال 18. بحال دابا هنايا قال لي عطيني نقدر تكون هنايا بروفيزيون او بيرت.
الا كانت هنا بروفيزيون راه غنحتاج ديال 19 اللي هي هذه اللي فينا نضربها في لوطو دو بورسونتاج. ها هو كيف قلت لكم انا البروفيزيون ديال 19 غتلقى هي الكريونس اور تاكس. ما عمرني كنحسب بروفيزيون من الكريونس تو تاكس، يعني كان خدمة من البروفيزيون ديال 19 من البروفيزيون اور تاكس ديال 31 12 19 ديال الاخر ديال العام. يعني قلعت لي ريغلومون الا كاينين وكنضربها في لوطو دو بروفيزيون. بحال دابا هنايا، بحال دابا هنايا عندي طو دو بروفيزيون في هذا ليكزومبل هذا، وعندك البروفيزيون ديال 18 كناخذ الكريونس اور تاكس لو 1 19. يعني في لو 1 هذه اللي كانت عندي هنا، هذه اللي كانت عندي هنا في لو 1 غنردها غير اور تاكس ونضربها في لو طو دو بروفيزيون اللي هو 10% وتعطيني الكريونس ديال 18. دونك راه ساهل كيفاش تجبد، غير خصك ديما تعرف بان سميتو لا بروفيزيون سو كالكول توجور ا لا باز اور تاكس. الى كلكتي درتي الكالكول ديالها هي تاكس كومبريز درتي كلشي في الزيرو. دونك هذاك الشيء كنحتاجو الاور تاكس اما باش نديرو البروفيزيون ديال 19 واما باش نصيفطو لا بيرت اور تاكس، لان الا كانت البيرت غنحتاجوها اور تاكس. دونك هو انكس شامل. دونك شنو غندير في البروفيزيون 19؟ غادي نجي نشوف الاوبسيرفاسيون ديالي. لوبسيرفاسيون كتقول لي بور سولد، شكون هو بور سولد؟ هذا المونطون تو تاكس اللي بقى مشى بور سولد، يعني ما غاديش يبقى، غادي يمشي لنا بور سولد، يعني ما كايناش بروفيزيون 19 كاينه بيرت. دونك ندوزو البروفيزيون 18. البروفيزيون 18 هي عندي 10% من المونطون كيف قلنا اور تاكس ديالاش لو 1 1. دونك شكون هو المونطون اور تاكس؟ هو 42000 مقسومة على 1.2. هذا هو المونطون اور تاكس اللي كيعطيني 35000. دونك البروفيزيون ديالي ديال 18 هي 35000. دونك بقى لي 19 قلنا ما كايناش، علاش؟ لان ما عنديش اون بروفيزيون، عندي الكريونس كلها مشات بورسابل، يعني بورسابل يعني هاد الكليون عنده ديجا واحد البروفيزيون 18. دونك لي كليون دو تو اللي تيجو ديجا روكلاسي، وكنحسب الكريونس ديالو اونسيان كريونس، وبالتالي عنده واحد البروفيزيون ديال 18. والشي الاخر اللي بقى كله غادي يمشي سميتو البيخت، يعني 15 اور تاكس غتمشي للبيخت. وبتو تاكس كومبريز هي 18000. وبقى لي لاجوستمون، ديما في الطابلو كندير اجوستمون سوا انوليسيون سوا دوتاسيون سوا ريبريز سوا دوتاسيون. هي اجوستمون راني قلت لكم شنو هو لاجوستمون، هو كنقبض البروفيزيون ديال 18 ها هي، كنقص منها البروفيزيون ديال البروفيزيون 19 كنقص منها ديال 18. الا هي عطاتني الفرق سالب كنقول اجوستمون على بيس وكنحط ريبريز، والا هي عطاتني الفرق موجب كندير اجوستمون على هوس وكندير دوتاسيون كنحطها في الدوتاسيون. دونك هنا شنو غنشوف؟ 19 هي صفر ناقص 3 ديال 18 غادي تجيني ناقص 35000. دونك ريبريز وغنقطها ونديرها هنا 35000. دونك ريبريز. دونك اللي بغيت انا نعلم هو انه اون فوا غادي ندوز نكونطابيليزي هاد الشريف هذا هنا في الطابلو اللي نطالب لي باسيو جورنال، كانوا اللي كنخدم غير من هاد لابارتي هادي. تفكروا معايا هاد القضيه، كنخدم غير على هاد لابارتي هادي من هنا، هذا هو اللي كيتكونطابيليزا، هادشي من هنا لهنا هو اللي كنكونطابيليزي. دونك غادي نجي نشوف في الحاله ديال هذا دابا شنو هو. قلنا بان عنده اونسيان بروفيزيون ها هي، وغادي نديرو لا انولاسيون لان ما عندناش بروفيزيون ديال 19، وغادي نديرو واحد البيرت وغادي نكونستاتيو البيرت. دونك دابا غنردكم للشيما باش تشوفوها. دونك شوف الشيما كيف عندي، هو انني كنحد واش عندي كليان سولفابل اي اول مره غادي ندير له البروفيزيون، او عندي كليان دو تو اللي تيجي، يعني غنكون ديجا درت له البروفيزيون 18. دونك هاد الحاله اللي عندي انا عندي بروفيزيون 18، بريزونس ديال بروفيزيون 18 يعني لي كريون سون طونسيان. وهنايا في هاد الحاله هادي كيكون ابسونس ديال 18، وكنقول كاينين دي نوفيل كريونس وعندهم كونطابيليزاسيون ديالهم. دابا حنايا اللي كيهمنا هو ان لونسيان، لان عندنا بريزونس ديال 18 ها هي 18 موجوده. دونك كيفاش كندير لا، كيفاش كنبريزونتيها؟ اش كندير؟ كنقبط الشيما ديالي اللي بالنسبه لاول واحد غادي يكون كيخدم مازال ما انا كنمشي غير بشويه. غادي نقول هاد السيد عنده بريزونس ديال 18، دونك راه ديجا ريكلاسي، راه كليان دو تو اللي تيجي.
شنو غادي نشوف؟ نشوف واش عندي كا دو بيرت ولا كا داجستمون. دونك انا عندي تقريبا بجوج، غير هاد لاجستمون ماشي بالطريقه، عندي يعني عندي الكا دو بيرت نيشان، ولكن الاجستمون ما كايناش ديال 19. فعاد كنقول اجستمون كنقول انيلاسيون دو لا بروفيزيون. دونك شو كي كنخدم؟ كنقول الا كان كا دو بيرت يعني بول سولد، كاتبين لي بور سولد كيف كتبوها لي هنا، ولا انسولفابل بور سولد، هنا داير لي بور سولد. غادي نجي وغادي نقول في الكا غتكون عنده اون بيرت، البيرت خصني نديبيتي الكونت واحد، الكونت 61.82 ها هو، واللي هو في نفس الوقت انا مسطر لكم هنا عاطينكم الكا ديال هادي، اللي هو شكون هو؟ هو 61.82 هو بيرت سور كريونس كي ديفوني ريكوفرابل، ديفوني ريكوفرابل. وشنو غادي نحط؟ غنحط لا كريونس اور تاكس، هذاك الشيء غنحتاج هنايا الكريونس، هذا اللي قلت لكم غنحط الكريونس اور تاكس فين؟ او 31/12، هادي راه في لو 31/12/19. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نقبط هاد الاور تاكس هذا هو 15000 وغادي نحطو هنا كنديبيتيه كيف قلت لكم بالكونت 61.82، يعني بيرت سور كريونس. علاش كنقول ما كنقولش كريونس ديفوني ريكوفرابل؟ راه كاينه كريونس ديفوني ريكوفرابل، وهادي بالنسبه للحاله اللي كيكون سولفابل ونيشان كيدوز لي لا بيرت. اما هذا راه ماشي سولفابل، هذا راه اونسيان كريونس، يعني راه ديجا ريكلاسي، خصني نقول لا بيرت من ديك الكريونس اللي بقات لي. دونك 15000 شنو قلنا؟ نرجعو نشوفو، غنلقاو بان كنديبيتيو مع 44.55، 44.55 هي كيف كنقولو حنايا ليطا تي فيا فاكتوري، لان هاد السيد فاش باع لي الفونت دو مارشونديز وعطاني واحد الكريونس كيسالا لي كان داير لي تي فيا فاكتوري. دونك هنايا كنديبيتي هاد المرة ايطا تي فيا فاكتوري. شنو غادي ناخد؟ غناخد المونطو ديال هذا ونضربو في التي فيا. التي فيا ديما كتكون عندي هي 20%، اما نضربو في التي فيا واما ندير الفرق ما بين التي تي سي والاور تاكس، يعني 18000 الى التي تي سي الى نقصتي من الاور تاكس غتعطيك التي فيا، او تقبط الاور تاكس تضربو في التي فيا يعطيك التي فيا. دونك 18000 ناقص 15000 كتبقى لنا 3000. دونك هذه هي اللي غادي نديرو في الكونتابيليزاسيون، عندي 3000. دونك الكليان دو توان لي تيجو كنعطيوه المونطون 18000، يعني انا راني كنتقل ولكن مع المده غنبدا نزرب. اش كندير في الليبيلي؟ كندير في الليبيلي كونستاتاسيون دو لا بيرت سور لو كليون ا، يعني هذا اللي درت اللي كان عنده البيرت، يعني كنحاول غير نخدم هاد الطابلو ديالي ونعرف. دونك غادي يبان الفرق في الثاني. دونك شنو غادي نجيو في الحاله ما الا كان ما عنده اجستمون، كان اونسيان وكان عنده اجستمون، ها الكتابه اللي كنديرو، كنديرو اما الاهوس كنديبيتي ونكريديتي هاد لي كونط، واما لابيس كنديرو هاد الورقه هادي ان شاء الله ديال الشيما مع هاد التمرين هذا، راكم تلقاوها اسفل الفيديو ان شاء الله، يمكن لكم تيليشارجيوها بكل سهوله وتخدموا عليها. دونك غادي نجي غادي نشوف الايطا الثانيه. عندي كليون ا كان كيتسال عليه في البدود العام 45600 درهم، متفاهمين؟ فعلا دونك ما عندوش بروفيزيون قديمه، دونك هذا كليون سولفابل، ما عندوش هانتوما با ابسونس ديال بروفيزيون ديال 18، دونك الي ان كليون سولفابل. ان كليون سولفابل يعني غنخدم في هاد الشيما هادي، دونك غنحضر مع راسي فهاد الشيما. الا كانت عنده البيرت غندير له هاد الكتابه، والا كانت عنده نوفيل كونستاتاسيون عنده نوفيل بروفيزيون غنخدم على هادشي. دونك غادي نجي ونشوف شنو عندي. عنده ريغلومون، يعني الا كان عنده ريغلومون كيخصني نخرج المونطون ديال الكريونس او 31 بعد ما نقلع الريغلومون. دونك شنو غادي ندير؟ غندير 45600 ونقص منها الريغلومون اللي هو 9600 وندير كيساوي تعطيني 36000، نقيدها هنا 36000. دونك 36000 غادي نقيدها، وغادي نجي ندوز للاور تاكس، يعني هو النيت غنقسمو على 1.2 غيعطيني 30000. دونك البروفيزيون ديال 18 ما عندوش، ها هي كنقاد غير الطابلو ديالي ما عندوش، ولكن البروفيزيون ديال 19 غادي نشوف واش كاينه بروفيزيون لا بيرت. قالك اون استيم بيرت 15%، ها لوطو دو بورسونتاج ديال لوطو دو بروفيزيون كاين هو 15%، دونك اليا كاينه بروفيزيون، لان هو قال لي اون استيم بيرت، كاينه بيرت بالبورسونتاج يعني كاينه بروفيزيون، عكس هاد الحاله هادي اللي غتلقى اون بونس ريكوبيري، واخا كاين لوطو دو بورسونتاج ولكن ماشي ديال البروفيزيون، هذا ديال ريكوبيراسيون، يعني هنا كنقولو كان
كنقدروا نريكيبيريو نسترجعوا 80% من الكريونس، دونك 20% اللي بقات على 100% هي لا بيرت بالبورسنتاج، دونك 20% هو لو طو ديال البروفيزيون. دونك غادي ندير اون استيم بيرت 15%. منين؟ من الكريونس للخر ديال العام. راني قلت لكم انا البروفيزيون ديال 19 ديما من الكريونس اور تاكس للخر ديال العام مضروبه في الطو دو بروفيزيون. ها الكريونس اور تاكس للخر ديال العام غادي نضربها في البروفيزيون، شكون هي 15%. دونك غادي نقبض ديك 30% ونضربها في 15%. انا كنضربها 0.5 كنقسمها ديجا على 100، دونك هي 4500. منين 4500 ما عندش هاد السيد البروفيزيون ديال 18، لاحظ ان 19 ناقص 18 غتعطيني الفرق موجب، دونك عنده اجيستمون ا لا هوس، ولكن هنا بالضبط راه كتسمى انولاسيون. علاش؟ هنا عندك سميتو اجيستمون لاس كتسمى دوتاسيون، يعني اول مره كان كونستاتي لو لا بروفيزيون حيت ما عندوش ديجا. دونك شنو هادي؟ نتوما اللي كيهمكم الفرق موجب غدير دوتاسيون باش بالفرق. الفرق هنايا هو 4500 ناقص 0 هو 4500. دونك لا ريبريز ما كايناش، ما يمكنش تكون ريبريز و دوتاسيون في نفس الوقت في لاجيستمون. والبيرت ما عنديش، علاش؟ لان ما عندوش. اول مره غادي يدير لنا، اول مره هاد السيد هذا غادي يصوب لنا البروفيزيون جديده، عنده كونستاتاسيون ديال البروفيزيون جديده، دونك وبالتالي وعنده سميتو ريكلاسمون. علاش؟ لان اول مره غيولي كليون دو تو اي لي تيجو. اذا غنشوف منين كنعرفها. السيد عنده ما عندوش بريزونس ديال 18، وجاتنا واحد دخلاتو واحد سميتو البروفيزيون ديال 19، ها هي. دونك الى جاتو البروفيزيون كنديرو نوفيل كونستاتاسيون يعني ديال بروفيزيون 19. كيف كان ندير الكتابات ديالهم؟ كان غو كلاسيه بعدا وعاد كان ندير الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون 18. دونك الغو كلاسمون شكون هو؟ ها هو. انا واخا سبقت الاخر على الاخر، ولكن اللي بغيتي دير ديرو. دونك ها هو شنو كندير؟ الكونت 34 24 كندير كليون دو تو اند ليتيجو، وكنجيو كندير كليون في هنايا. علاش درت هنا كليون ما درتش كليون اللي سميتو؟ لان هنا اول مره كنردو كليان دو تو اللي تيجو كيكون عنده في الكونت العادي اللي قريتيه في السيزيام، كيكون هذا كيكون في الديبي. دابا كنردو في الكريدي، وهنا كنديبيتي هذا الكونت. يعني في الشيما غادي تجي غتلقى نيشان، غتلقى الغو كلاسمون 34 21 34 21، غتلقى كليان دو تو اللي تيجو كليون. يعني اللي حفظ هذا الشيما هادي راه ما يبقاش عنده المشكل ديال لي كريونس. هو الطريقه باش كنقول لكم الخدمه. دونك ندوزو لسميتو الكونستاتاسيون ديال سميتو عفوا الاخر الاولي درنا له لانولاسيون سيت ما قلتهاش. الاولي درنا له لانولاسيون بالريبريز، ها هي البي بي دي دي كليان اي كونت راتاشي والريبريز، يعني كيفاش كان انوليه. ها هو قلنا كانت عنده البيرت، درنا له البيرت ودرنا الانولاسيون. كيفاش كان انوليه؟ كان انوليه بالكونت بالدي بي ديال 39 42 31 96، واللي كيحفظ الكونتات ها هما هادو. كنرد الكونت اللي كيكون في الدوتاسيون كنردو لهنا، كيولي بي بي دي دي كليون اي كونت راتاشي، وكنحط البروفيزيون ديال 18، وكنجيو كندير ريبريز سور بي بي دي دو لاكتيف سور كيلو. علاش كنحط البروفيزيون ديال 18؟ لان عندي كانت عندي 18 كلها غتانولا، وكنجيو كنديرها هنايا البروفيزيون ديال 18 هي 35000، وندير هنا 35000. يعني غير الكالكول ديال الطابلو هو اللي كيفكني، ها هو الريبريز هو اللي باش درتها بالريبريز. دونك نكملوا على التمرين ديالنا. قلنا شنو كنجيو من بعد ما كنديروا الكليان دو تويلت جي فوت ما كان فوت، كنديروا الغو كلاسمون ديال الكريونس، كنديروا موراها الكونستاتاسيون ديال اجل البروفيزيون جديده، لان هذا اول مره عنده بروفيزيون جديده، ما كانش عنده ديال 18. دونك اول مره كتكون عنده بروفيزيون جديده كندير الكونستاتاسيون ديالها باش كنكريديتي 39 42 اللي هو بي بي دي دو كليو اي كونت غاتاشي، وبالتالي كندير البروفيزيون بي بي دي دي كليون اي كونت راتاشي في سميتو. فهنا كندير ديب بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون، كان كريديتي هذا وكان ديبيتي هذا. دونك اللي كيحفظ الارقام راه غادي يجبدو من الوراق اللي كيعطيوكم في ليكزامان، واللي ما كيحفظش الارقام عاوتاني بقوه الخدمه كيكون كيعرف في ليكزامان في الوراق ليكزامان فين كيخدم هذا وهذا. دونك ندوزو احنا درنا لانيو، درنا الكونستاتاسيون، غندوزو لوبيراسيون الثانيه اللي هي الكليون سي. هاد الكليون سي عندو 58800 ديالاش الكريونس، بغينا الكريونس تو تاكس كومبريز. دابا غتبانت دابا القاعده كيفاش غنبداو نخدمو. غادي نشدو الكريونس كامله 58800، وغنقصو منها الريغلومون الا كان، سينو الا ما كانش صافي راه هي نفسها.
وغتعطينا واحد العدد غادي نكتبو هنايا هو 48 ألف. دونك الا قسمتو على 1.2 غيعطيني الكريونز في الاخر العام اور تاكس اللي هي 40 ألف. هاد 40 ألف نشوف واش عندها كاينه شي حاجه كتعلق بالبروفيزيون باش نحط البروفيزيون 19. دونك كيقولك اون بونس غي اون بونس ريكوبيري 80%. دونك 80% من هاد الكريونز اللي بقات اور تاكس كلها غنردها، 20% هي اللي غادي اللي غادي لي البروفيزيون. دونك اما كنقبض 40% كنضربها في 20% نيشان نحط البروفيزيون ديال 19، واما كنضربها في 80% تعطيني اللي غادي نريكوبيريه وغادي نقصو من هنا ويعطيني البروفيزيون. دونك احسن حاجه هو شتي اون بونس ريكوبيري، خد الباقي على 100%. دونك الباقي على 100% هو 20%، دونك غادي تقبض 40% وتضربها في 20% غتعطيك 8000. هاد 8000 هي البروفيزيون ديال 19، بويسكو ان هاد الشريف هذا عنده واحد البروفيزيون ديال 18 اللي هي شكون اللي هي 20% بلوطو، يعني حتى هي خصني نحسبها. كيفاش كنحسبها؟ خصني الكريونس اور تاكس فلو ان ان، غنجي ل 58000 فلو ان ان، عندي 58000. لان علاش فلو ان ان البروفيزيون ديال 18 كتحسب على لو ان ان، يعني مازال الكليان ما عطاني الريغلومون، يعني ما كنطرش نقصو، ما كنقصوش في البروفيزيون ديال 19 فين كنقص الريغلومون. كلشي عندكم في هاد الوريقه هادي. دونك غادي نجي لو ان، غادي نجي لو ان ان غنلقى 58000 وغادي نقسمها على 1.2 غتعطيني الاور تاكس 58. نشوف 58800 عفوا 58800 وغتعطيني 49000. دونك ديك 49000 هي لا كريونس في لو ديبي ديكزيرسيس في لو ان ان 19 اور تاكس. دونك انا خصني نضربها في 20%، علاش؟ باش تعطيني سميتو 9800. منين جبت 20% هما اللي عاطينا لي بروفيزيون، راهم قدروها لي هما بيديهم. دونك شنو غادي يكون هاد السيد عنده البريزونس ديال بروفيزيون قديمه وبروفيزيون جديده. دونك هذا عنده بالضبط اجيستمون، عنده اجيستمون. كيبقى لي غير نشوف نقبض 8000 ها هي ونقصها من 9800، هي كدير غير ديرها انت غتصبق هادي ديال 19 وغادي تديرها غتعطيك واحد الريزولطا د 1800. هاد 1800 تعطيك بالناقص، انت تعطيك بالناقص، يعني الا عطاتك بالناقص اجوستمون على باس 800000 ناقص 9000 تعطيك 1900 1800. يديك 1800 تجيك ناقص 1800 غادي لها ريبريز، غادير 1800 وبالتالي ما كايناش لا دوتاسيون، وبالتالي هذا غنخدموا له اجوستمون على باس. غادي نمشي نشوف غادي نلقى عنده ما هو عنده اجوستمون على باس، انت اجوستمون على باس وكنخدموا باش بالغوبريز لاجوستمون بحالو بحال لانيلاسيون. الكتابه نفس الان الكتابه عندهم، عندهم 39 42 39 42 71 96 71 96، يعني الاختلاف غير في الليبل اللي كنكتب هنايا. هنا اجوستمون حيت حضر لي 19 وحضرات لي البروفيزيون 18، هنا انيلاسيون ديال 18 حيت البروفيزيون ديال 19 ما حضراش، كان انيليوها كلها ماشي كنديرو اجوستمون. دونك منين عنده اوتوماتيكمون ما تبقاش تحمق راسك، غير تشوف البريزونس ديال 19 و 18 حاضرين اوتوماتيكمون، ما كايناش البيرت اوتوماتيكمون، غير تشوف 19 اصلا حاضره، غير تكون 19 حاضره هي حضره 19 هنا ما كاينش البيرت. دونك البيرت فاش كيكون فاش كتكون 19 ما حاضراش، دونك البروفيزيون زعما ديال 19. دونك هاد السيد هذا فقط عنده اجيستمون، باش عرفنا عنده اونسيان بروفيزيون، ها هي نمشيو نشوفو عنده اونسيان بروفيزيون، يعني بروفيزيون 18، وبالتالي ما عندوش الكاد بيرت لان حضرات البروفيزيون 19 كنديرو له اجيستمون اما لا هوس ولا على بيس. حنا درنا هذا على بيس، دونك نتمنى يكون داكشي واضح. دونك غادي نمشيو لاخر كليون وهو الكليون دي. هاد الكليون دي عندنا المونطون ديالو 62000، دونك 62، دونك عندك 62000 و400 62400 ما عندوش بروفيزيون ديال 18، يعني هذا حتى هو كليون كان سولفابل وغادي نديرو له الغو كلاسمون او سميتو في الحاله الا كانت بروفيزيون جديده، والا الا كانت غير البيرت غادي نديرو له نيشان سميتو الكونستاسيون ديال البيرت. دونك شنو عنده؟ قلنا هذا 62400 غادي نقسموها، نقصوا الريغلومون الا كاين، ها هو 2400 غادي يعطينا واحد القدر اللي هو 60
ألف باش نعرفو الكريونس في الخد العام تو تاكس كومبريز، نقسمها على 1.2 تعطيني 50 ألف. نمشي نشوف 19 شنو قالوا لي انسولفابل، يعني هذا من سولفابل لانسولفابل ديريكتومون، ما كاين لا ريكلاسمون لا انولاسيون لا حتى حاجه. هاي 18 ما عندوش، زيد حتى 19 ما كايناش، دونك هذا ما عنده لا دوتاسيون لا ريبريز، عنده البيرت نيشان. غنهز الاور تي تو تاكس غندير لها 60 هنا 1000، وغادي نهز الاور تاكس غندير 50 ألف غير باش الكتابات كيسهالي. هاد 50 ألف غنهزها غنديرها هنا، سمحوا لي قبيله راه ما عمرتش الاخرين حنا نعمروهم، وهذا غنديروا له وهنايا غادي نديروا له 60 ألف تو تاكس كومبريز، والفرق بيناتهم هو 10 آلاف غيكون ديال لا تي فيا. شنو الفرق ما بين هذا؟ ها هو كيكون نوفيل بروفيزيون وعندو البيخت نيشان، كان كونستا كان ديبيتي هادشي اللي قلنا، وكان كونست كريديتي كليون، لان كان غير كليون ماشي كليون ان دو تو، لان ما داش بالغو كلاسمون نيشان داز للبيخت. دونك شنو قلنا الفرق بين هادي وهاد الكتابة؟ الفرق بيناتهم هي هادي من الاول من سولفابل ان سولفابل، كنقول كريونس ديفوني ايريكوفرابل، مي الا كان ديجا ريكلاسي بحال هنايا ديجا ريكلاسي كنقول لو بيرت سور كريونس ديفوني ايريكوفرابل، يعني هادشي غير من الشيما تعرفوا شنو هتكتبوا. دونك هنايا بعجاله غادي نشوفوا شنو هو شنو هادشي اللي كاين هنا. قلنا كليان دو تو اند ليتيجو، والكليون يعني شكون هو؟ واحد جوج، يعني هذا اللي اول مره كانت عنده ودرنا له، يعني كليان دو تو اند ليتيجو اش كندير له؟ كنقبط المونطون ديال الكريونس كامل اللي كان عنده، يعني نتأكدوا بعدا كاين هذا وهذا 35، يعني هنا هيه. ودابا كليان دو تو اند ليتيجو غنقبط الكريونس اللي كانت عنده في البدو. سمحوا لي الفيديو تقطع فجأة، ما عرفتش علاش، واش واخا تفتش في البورتابل لقيت ستوكاج موجود. دونك بقينا في قلنا في ان في الغوكلاسمون ديال سميتو الكليان دو تو اند ليتيجو اللي قلنا راني انا كتبت حتى ضربت الفقد لقيت راسي راه ما كنسجلش في الاخر. دونك 45% 45600 كليان دو تو في الغوكلاسمون، قلنا كنحطو المونطون ديال الكريونس تي تي سي ديال البدود العام، وبالتالي هادو راني شرحتهم لكم، ها بقيت غير حطيت لي مونطون ديالهم، ها هما هادو هنايا. دونك ان شاء الله نتمنى يكون هذا الشيء ما اللي درت لكم كافيه باش تفهموا، زائد هاد لي نونسي هادو، وانتم خدموا لي زونسي الاخرين. وان شاء الله دابا في الفيديو القادم في الكونتابيلتي ان شاء الله غادي ندوزو نشرحو كيفاش كنديروا لي الكونستاتاسيون ديال كيفاش كنخدموا لي بروفيزيون ديال الفون دو كوميرس والبروفيزيون ديال سميتو ديال لي تيغا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وشكرا.